سيمون بيدار دان دائما البطل داريو إيفانوفسكي في المقدمة بطل المغربي في المطاردة أول 1000 متر دقيقتين 44 ثانية و 63 جزء من الثانية بطل التركي دائما لصيق أيضا في المركز الثالث وفي المركز الثاني على مستوى كوكبة المطاردة بطل الجزائري في المركز الثالث على مستوى كوكبة المطاردة بطل داريو إيفانوفسكي فعل إيقاع منذ البداية تابعونا البطل المغربي الآخر محمد فراس البطل المغربي أبو قنطار سفيان صاحب أفضل توقيت شخصي على مستوى هذا النهائي ب13 دقيقة 10 ثواني و29 جزء من الثانية تلان أبو قنطار سفيان متراجع للخلف فيما البطل فراس هو محمد فارس في المركز الثاني دائما في انتظار بعد مرور وعلى بعد 8 دورات من خط النهاية من البطل من مقدونيا الشمالية ليقود السباق إيفانوفسكي يقود السباق في المطاردة كل من البطل المغربي محمد فارس وأيضا التركي رمزان باربورس وفي المتابعة من الخلف البطل المغربي بوقنطار سفيان أيضا تواجد عدائين جزائريين وعداء إيطالي إضافة إلى عداء برتغالي بطل المقدوني مقدونيا الشمالية دائما في المقدمة دائما يقود السباق بطل المغربي بوقنطار سفيان أيضا ينتظر اللحظة من أجل التقدم نحو المقدمة فيما فراس ومحمد فارس يراقب السباق عن كثب ويتموقع في مركز جيد في المركز الثاني بطل التركي أو البطل بالفعل التركي رمزان باربوس يحاول الانطلاق سيحاول الهروب عن الكوكبة حراسة لصيقة من البطل المغربي محمد فارس سنتابع هنا ماذا يدور في ذهن البطل التركي إيفانوفسكي دائما في المقدمة على بعد 6 دورات هذه المرة البطل الإيطالي يتقدم لقيادة السباق
غير المقدمة. إيطاليا هذه المرة يقود السباق، ونتابعون صعود البطل المغربي سفيان بوقنطار. أيضا محمد فارس يطلب ذلك من محمد بن سفيان بوقنطار، يطلب منه صعود. الآن الكوكبة كوكبة المقدمة تضم الإيطالي على التركي الإسباني، بطلان مغربيان وبطلان جزائريان. معالم كوكبة المقدمة بدأت تتشكل تدريجيا. هنا التركي باربوس يقود السباق، هل يبحث عن رفع الإيقاع؟ هل يبحث عن الهروب عن الكوكبة؟ سنتابع على بعد 5 دورات من خط النهاية، لكن المطاردة حاضرة من محمد فارس، أيضا من أبطال باقي الكوكبة. نتابع دائما البطل التركي باربوس، رمزان كايا أراس يبحث عن الانطلاقة وحيدا بعيدا عن كوكبة المقدمة، لكن هناك متابعة من جانب كوكبة المطاردة. دائما تابع على الثقة للبطل التركي من جانب البطل المغربي محمد فارس، أيضا صعود للبطل سفيان بوقنطار. سفيان بوقنطار الآن في المركز الرابع، محمد فارس في المركز الثاني، إيطالي في المركز الثالث. نتابعون محاولة من البطل المغربي محمد فارس للصعود ولتجاوز البطل التركي. بالفعل إذا محمد فارس يتجاوز البطل التركي في بحث منه عن ربما الانطلاق قبل تقريبا 2 أو 3 دورات من خط النهاية. سنتابع هل سينجح في ذلك. بالفعل هنا محمد فارس يرفع الإيقاع، وأيضا خروج ومتابعة للبطل سفيان بوقنطار. يرفعون الإيقاع من أجل الابتعاد عن الكوكبة كوكبة المقدمة. وبالفعل بعد 3 دورات الثنائي المغربي في المقدمة إلى جانب الثنائي التركي في محاولة لرفع الإيقاع والابتعاد عن باقي العدائين. محمد فارس في المقدمة. إذن محمد فارس صاحب الصدرية رقم 337 في المقدمة، والبطل التركي كايا أراس في المركز الثاني إلى جانب جنبا إلى جنب البطل المغربي سفيان بوقنطار. فيما تراجع باقي الأبطال البطلين الإيطاليين وغدان البطلين الجزائريين. فيما هنا في المتابعة البطل الإيطالي لازال يتشبت ببصيص من الأمل ويلتحق قريب من الالتحاق بكوكبة المقدمة الثلاثي الذي يقود هذا السباق، الثنائي المغربي والتركي. سنتابعون على بعد 2 دورات من خط النهاية الصراع مغربي تركي بدرجة أقل إيطالي. سنتابعون على إيطاليا والتركي. كايا أراس يحاول تجاوز البطل محمد فارس، هنا الإيطالي يلتحق بكوكبة المقدمة أكيد عمل مجهود كبير من أجل الالتحاق بهذه الكوكبة. هل بإمكانه الصمود ومواصلة الجري بنفس الإيقاع حتى آخر الأمتار أم أن العياء أو المجهود الذي بذله الإيطالي خلال الدورات الماضية سيؤثر عليه في مواصلة السباق بنفس الريتم وبنفس الإيقاع؟
سنتابعون دائما محمد فارس في المقدمة. محمد فارس هنا يبحث عن رفع الإيقاع على المتابعة في آخر لفة من جانب البطل ومن جانب الأبطال الأربعة. إذن آخر 400 متر في سباق الـ5000 متر. دائما المغرب في المركز الأول، على المركز الثاني حتى الآن للتركي. سنتابع محمد فارس وسفيان بوقنطار كيف سيتعاملان مع الأمتار الأخيرة، وحذاري من البطل الإيطالي، حذاري من مفاجأة الأمتار الأخيرة. نتابعون حتى العياء يبدو واضع على البطل التركي، حتى العياء يبدو واضع على البطل التركي بالفعل. إذن يرفعنا الإيقاع محمد فارس وسفيان بوقنطار، سفيان بوقنطار وحذاري من الإيطالي في الأمتار الأخيرة، حذاري من البطل الإيطالي في آخر 200 متر. إذن الصراع مغربي مغربي إيطالي. بوقنطار يسير، بوقنطار يرفع الإيقاع، هنيئا للمغرب بالميدالية الذهبية والفضية في سباق الـ5000 متر. هنيئا للمغرب بالفوز بذهبية وفضية سباق الـ5000 متر، سباق أكثر من رائع وخطى أكثر من رائعة من جانب الثنائي المغربي سفيان بوقنطار ومحمد فارس، والفوز للمغرب في سباق الـ5000 متر. إذن هنيئا لسفيان بوقنطار ومحمد فارس بالفوز بذهبية وفضية سباق الـ5000 متر. كما قلت قام بسباق أكثر من رائع على عدان، المغربيان عرف كيف يدير السباق منذ البداية وحتى النهاية، وأيضا كيف تم رفع الإيقاع في اللحظة المناسبة والتخلص من كوكبة الكوكبة الأولى، وبعد ذلك أيضا رفع الإيقاع خلال الأمتار الأخيرة والتخلص من الكيني أو عفوا من البطل التركي والبطل الإيطالي، وبالتالي المغرب يفوز بذهبية وفضية على مستوى سباق الـ5000 متر رجال. إذن ذهبية أخرى تنضاف لحصيلة المشاركة المغربية في سباق والمشاركة المغربية في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. إذن سفيان بوقنطار يفوز بالميدالية الذهبية، محمد فارس يفوز بالفضية، الإيطالي يفوز بالميدالية البرونزية. متابعونا كيف تمكن سفيان بوقنطار من رفع الإيقاع وتجاوز محمد فارس والسير وحيدا نحو الفوز بذهبية هذه المسابقة، مسابقة الـ5000 متر. هنا البطل أيضا محمد فارس يفوز ويدخل في المركز الثاني لسباق الـ5000 متر، وفرحة البطل المغربي سفيان بوقنطار. قلت على أنه قبل بداية السباق هو صاحب أفضل توقيت